بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. طبعا الكارت اللي احنا كنا في انتظاره نزل وهيبقى بالشكل ده، بس عايزك تركز معايا عشان تعرف نتيجتك كويس. أول حاجة تقرير نتيجة الطالب لامتحان مايو 2019. الاسم تتأكد من اسمك كويس، الكود تتأكد من كودك كويس، المدرسة تتأكد من اسم مدرستك كويس، تمام؟ تحتيها على طول المحافظة، وبعد المحافظة الإدارة التعليمية. طيب هتقرأ الكلمتين دول: تشير النتائج والتعليمات إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية. مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية، إن هي هيقيس الأداء يعني. تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب للاختبار بتفوق، تمام؟ المنطقة الزرقاء اختيار الاجتياز يعني بتفوق، وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد، يعني ده كده كويس تمام. المادة دي فل، اللي فيها ايه؟ اللي فيها لزق. هوريكم انا الشكل اللي هيجيلك ده، الشكل اللي هيجيلك تمام. يعني نقدر نقول على الفيزياء عنده جيد، والانجليزي عنده متفوق، واللغة التانية متفوق، فاهمين كده؟ النقطة السوداء موجودة في المكان ده، معنى كده ان ده ايه؟ معدي. طيب تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب للاختبار في مادة بمستوى طالب مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، وما زال أساسه وما زال أمامه الفرصة لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق. يبقى الزرقاء يقول لك مثلا ده إيه؟ ده عبقرينه. الزرقاء دي، الزرقاء ده عبقرينه. الخضرة دي كويس، الحمد لله، عمل اللي عليه، عمل اللي عليه ووصل للي هو عايزه، تمام؟ يعني عمل اللي عليه ووصل للي هو عايزه، مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، تمام؟ بس قدامه فرصة يوصل لدرجة العبقرة اللي هي فوق دي، تمام؟ المنطقة هنا كده زي كده زي كده، لا سوري، الخضراء اللي هي هنا اهو، التاريخ والجغرافيا واللغة العربية، تمام؟ طيب بعدين ثلاثة بيقول لي تنتشر المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب للاختيار وحصوله على درجة النجاح اللازمة للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي في المادة، ولكن ما زال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة. طبعا كده هو بيلعب على المنطقة الصفراء. المنطقة الصفراء هنا اهو، طبعا دي تخوف، دي ممكن يكون شايل رياضة علشان نصها هنا ونصها هنا، فمش عارفين يعني النقطة السوداء قدرتش ترفع سنة يعني عشان تنجح الراجل ده. هنا ده فلسفة ومنطق، شايفين فين؟ كويس النقطة كده، بس دي مادة يا دوب ناجح فيها، يعني أي نقطة في الأصفر يا دوب ناجح فيها، تمام؟ كيمياء نفس الموضوع، ماشي؟ طيب بعدين بيقول لي تشير المنطقة البيضاء أسفل الشريط إلى رسوب الطالب في المادة، مما يعني وجوب دخول امتحان المحاولة الثانية. اللي احنا قلنا عليها بقى، اللي هي الرمادي أو الأبيض، دي لو فيها النقطة يبقى كده إيه؟ وجبت إن هو يخش الإيه؟ يخش المنطقة اللي بتاع التانية، الدور التاني يعني، اللي هو الامتحان التاني. بعدين يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي. لا، النقطة السوداء هنقول أهو، تشير النقطة السوداء على الشريط إلى أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة، يعني اللي فوق يبقى كويس، اللي تحت يبقى إيه؟ تحت كده يعني، تمام؟ إلى رسوب، طبعا إلى كل مادة دراسية، كل واحدة لوحديها. يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي، المثلث اللي هو ده أهو، هنا 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 هنا، تمام؟ هنا أهو جاي، هنا هنا نازل في الأصفر، إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية. يعني عارفين الوسيط، الوسيط اللي إحنا بنجيبه ده، يعني مثلا عندي 20 طالب في الفصل كلهم مثلا، او واحد جاب 50 واحد جاب 60، فانا اقدر اقول الوسيط بتاع الفصل ده كله كام من خلال الايه؟ المثلث. يعني هنا هو الطلبه كلها، يعني هو هنا من الطلبه كلها، وهنا هو هنا من الطلبه كلها في الماده دي، وهو هنا من الطلبه كلها في الماده دي، يعني عالي عنهم، وهو هنا، وهكذا وهكذا، بتوريك انت فين من الطلبه التانيين. ده غير دي نتيجتك الاصليه، المثلث بيوريك انت فين من الطلبه التانيين، تمام؟
طيب على مستوى الجمهورية من خلاله يمكن هنا بقى بيقول للمثلث على مستوى الجمهورية، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية، يعرف هو فين من طلاب الجمهورية. إن لم يحضر الطالب الاختبار فسوف يظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي، يعني لو هو غاب في مادة تلاقي كلها اللون الرمادي ده. طبعا ده أخضر، ده لو أنتم مش شايفينه كويس ده أخضر، آخر واحد رمادي، نفس التشكيلة اللي إحنا شرحنا بيها الصبح. تمام. طيب بالنسبة بقى أوريك الصورة التانية، فهنكمل بس دي. بيقول لي هنا إيه بقى؟ مفتاح نتيجة الطالب المتوسط على مستوى الجمهورية، أهو اللي هي العلامة اللي إحنا قلناها دي، اللي هي دي مفتاح نتيجة الطالب، النقطة السوداء بتعرفنا الطالب فين، أما المثلث بيعرفنا متوسطك على مستوى الجمهورية، يعني أنت فين من طلبة الجمهورية زي ما اتفقنا. دي بقى الصورة التانية، النتيجة وكارت مؤشر لأداء الطلاب للصف الأول الثانوي. أنا هسيب لك الرابط تحت الفيديو تخش تجيب نتيجتك، تمام؟ بس خد بالك طبعا نفس الموضوع القديم اللي احنا كنا بنخش عليه، جنسية، كود، رقم قومي، بس ركز النتيجة وكارت. هناك كانت مكتوبة النتيجة لطلاب الصف الأول الثانوي وبس، هنا النتيجة وكارت مؤشر الأداء، مؤشر الأداء، كارت مؤشر الأداء للطلاب. طيب هتخش بقى، ممكن يجيب لك الصورة اللي احنا كنا فيها دلوقتي وبنشرحها، وممكن يجيب لك دي. هنا بيقول لك ايه بقى؟ تم تحميل عدد 499,000 بطاقة، يعني نقدر نقول 50,000 ايه؟ 50,000 بطاقة. بعد التدقيق والمراجعة، يعني دققوا على الكلام ده تمام؟ يبقى إذا النتيجة اللي فاتت ما كانش متدقق عليها. والمراجعة الكاملة، ويتم في الوقت الحالي التدقيق والمراجعة على 72,000 بطاقة. إذا لم تجد بطاقتك رجاء إعادة المحاولة يوم الاثنين. يعني احنا شغلنا النهاردة السبت على 500,000 اللي اتعملوا وال 72 اللي بتتعمل دي. يوم الحد اللي هو بكرة تقريبا اجازة علشان 30 يونيو. طيب يبقى يوم الاثنين بقى، يبقى اللي ما يلاقيش نتيجته النهاردة يروح فين؟ يستنى اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 الساعة 2 الظهر. الساعة 2 الظهر مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح. يمكنك الحصول على النتيجة موثقة من المدرسة بدءا من يوم الأربعاء 3 يوليو 2019. أما بقى لو عايز النتيجة إيه متوثقة تماما، يبقى شغلك على يوم الأربعاء 3 يوليو 2019. تمام. طيب في بقى إيه بقى الرابط بقى، ثواني هجيب لكم الرابط وخش عليه واقول لك الدنيا فيها ايه. ده الرابط، تمام؟ كاتب لك طبعا ايه، انا كده دخلت على الرابط اهو، تمام؟ اللي هسيبه لك تحت، كاتب لي اعلان نتيجه طلاب الصف الاول الثانوي، تمام؟ اللي يختلف بقى عن الرابط اللي فات ان ده بيقول لي النتيجه وكارت مؤشر، وكارت مؤشر يعني نفس الصوره اللي كانت عندي، ماشي؟ تم تحميل عدد نفس الشوية اللي احنا قريناهم، بعد ما تدخل هنا هو تختار الجنسية عادي نفس الطريقة القديمة، كود الطالب، الرقم القومي، هتشتغل بقى على ايه، على الوضع اللي هو المنتظر في نهاية، لو جات لك الرسالة دي تم تحميل، انت هتدخل اهو، يا اما يجي معاك يا اما يقولك انتظر اليوم الاثنين، يعني بعد ما تدخل هيبقى الموضوع بالنسبة لك ايه عادي، ما تقلقش. تمام. طيب ما تقلقش من هي ما جاتلكش يعني، تمام؟ خشوا على الرابط. بالنسبه للناس بقى اللي هي مش فاهمه ومش عارفه نفسها ناجح ولا مش ناجح، انا قلت شرح وافي للموضوع ده، تمام؟ طيب رقم الواتس بتاعي معاكم، تقدروا كل اللي عنده مشكله او مش عارف مش عارف نفسه ناجح ولا مش ناجح، ابعتوا لي صوره النتيجه على رقم الواتس وانا اقول لك المفروض ايه والمفروض ايه، مع ان الشرح واضح يعني، بس احنا بنقول لا ربما، لا ربما ما تكونش فاهم او مش واضحه معاك الامور. رقم الواتس بتاعي معاكم، ابعتوا لي الصور، بس لو اتاخرت عليكم في الرد عادي بقى، انا ما انتوا عارفين بص كم واحد يعني بيكلمني، بتبقى الافات يعني بيكلموني، فلو ما رديتش على واحد يبقى يعرف ان ايه دوره في الرد لسه، لان الموضوع بيطول حبتين. تمام. يلا بالتوفيق للجميع، يا رب ان شاء الله كلكم تفرحوا بالنتيجة وتكونوا دايما بعيد عن اللون الرمادي او الاخضر، يعني تبقوا اعلى كمان. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.